الفيديو هذا راح نشوف كيف نقدر ننشأ حساب سائق جديد، وكيف نقدر نستفيد من حسابات السائقين، وإيش المميزات الموجودة في حساب السائقين. طبعا عشان ننشأ حساب جديد نروح عند الإعدادات ونروح عند خيار السائقين، وراح نشوف هنا إنشاء سائق ونختار الحالة متوفر غير متوفر أو مشغول. عادة كسائق جديد يكون متوفر. رقم الوثيقة هو رقم الإقامة أو رقم الرخصة، فكمثال راح نحط من 1 إلى 9. في الاسم نعبي اسم السائق مثلا سالم، وفي هذا الوصف نقدر نكتب أي وصف حابينه، ممكن مثلا يكون رقم الوظيفي. طبعا هنا في اسم المستخدم راح نسجل الاسم اللي راح يحتاجه السواق للدخول على لين ديسباشر أبليكيشن، فمثلا سالم ممكن أن نسميه سالم. ممكن يكون اسم المستخدم يكون رقم الوثيقة حقته، والخيار مفتوح قدامكم. طبعا كلمة المرور زي ما قلنا قبل شوي، هذه هي كلمة المرور اللي راح يستخدمها السواق للدخول على أبليكيشن لين ديسباتشر. طبعا رقم الهاتف هو رقم جوال السائق، وإذا حابين تضيفون البريد الإلكتروني أيضا تضيفونه من هنا. فالآن ننشئ مستخدم جديد. طبعا عندنا سالم الحساب الجديد اللي سويناه، ندخل عليه راح نشوف ان عنده الحالة متوفرة، تاريخ الانشاء متى، رقم الوثيقة، الاسم، اسم المستخدم والوصف. الان لو حب سالم يغير كلمة المرور يقدر يغيرها من الابليكيشن، او لو في حالة ان نساها نقدر ندخل هنا ونسجل كلمة مرور جديدة زي ما سوينا قبل شوي ونحدث البيانات، وبكذا احنا غيرنا كلمة المرور حقت سالم. ايضا سالم راح يكون يسوق شاحنة معينة اغلب الوقت، فاحنا هنا نقدر نحدد الشاحنة هذه تحت اسم سالم. هذا راح يساعدنا بتسهيل تعيين السائق، بدل ما نختار الشاحنة اللي راح يسوقها مانيولي، بكذا راح تتخزن تحت اسمه. نضغط على نوع المركبة، نختار مثلا مرسيدس، نضغط على رقم اللوحة وراح نختار هذه اللوحة، فكذا سالم دائما يسوق هذه المرسيدس وعندها هذا رقم اللوحة. نقدر نغيرها مانيولي لما نعين السائق على الرحلة، فمثلا سالم عيننا للرحلة وهذه الشاحنة كان فيها مشكلة، راح نقدر نغيرها مانيوال، وبكذا احنا عيننا على سالم هذه السيارة وهذا رقم اللوحة. الآن راح أوريكم واحد من السائقين القديمين عندنا عشان نشوف التفاصيل الثانية بوضوح. طريقة أخرى لإنشاء السائق بالضغط على 3 نقاط وننزل نموذج الأكسل، نحفظه عندنا. بعد ما نفتح نموذج الأكسل راح نحصل أن نقدر نعبي الاسم، رقم الوثيقة، رقم الجوال، اسم المستخدم، كلمة المرور، وبكذا احنا راح نقدر نسوي أكثر من أكاونت بوقت واحد. نحفظ هذه المعلومات، والآن نضغط مرة أخرى على 3 نقاط، نرفع ملف الأكسل وراح نشوف أن عندنا الحسابات الجديدة اللي أضفناها موجودة قدامنا. طبعا كيف نحذف أكاونت أحد السائقين؟ بالطريقة هذه، الضغط على حذف، موافق، كتأكيد نكتب ديليت، ضغط على حذف، وبكذا حذفنا السائق عبدالله. طبعا نقدر نبحث عن سائق معين من التصفية هنا، كتابة اسمه. الآن راح أدخل على حساب يوسف وراح أوريكم بعض التفاصيل الأخرى اللي موجودة في حساب السائقين. طبعا عندنا يوسف سائق قديم، راح نقدر نشوف الرحلات المنجزة عنده اللي هي 84 رحلة، والرحلات المنجزة بدون تأخير أيضا 84 رحلة، والرحلات المتأخرة 0. راح نشوف عند الرحلات المنجزة شهريا، وأيضا راح نقدر نشوف التقييم اللي حصل عليه يوسف من أول رحلة إلين آخر رحلة اللي كانت في 19 أكتوبر. وأيضا نقدر نستخرج البيانات هذه بالضغط على استخراج البيانات ونحفظها عندنا على أكسل شيت، وراح نشوف كل التقايم مع الملاحظات والتواريخ. وغير هذا نقدر نشوف كل المحادثات اللي عملها يوسف مع مدير السائقين مخزنة في حسابه تحت رقم الرحلة والتاريخ. كمثال راح نشوف المحادثة اللي عملها يوسف مع مدير السائقين في رحلة 2818 تاريخ 19 الساعة 4 العصر. نفتح المحادثة راح نلقى كل التفاصيل اللي موجودة في المحادثة، ونقدر نشوف اللوكيشن اللي أرسله وأيضا الصورة اللي أرسلها. أيضا عندنا ملاحظات السائق، هذه موجودة تخدمكم بأنك تترك ملاحظاتك عن السائق، فمثلا كانت في مشكلة في سواقته أو في حادث معين لا سمح الله، أو أي ملاحظة حاب تتركها السائق تضغط هنا على الزائد، تكتب العنوان كمثال بريك داون، وفي الملاحظات نكتب tire replacement on 19th of October
ونضيف هذه الملاحظة. راح نقدر نشوف الملاحظة هذه موجودة، نقدر نعاينها ونقدر نضيف عليها مثلا breakdown fixed after one hour، نحفظها. وأيضا ممكن نحذفها بالطريقة هذه، كذلك نقدر نستخرج البيانات هذه كلها نحفظها عندنا في ملف خارجي. راح نشوف العنوان، الملاحظات بالتاريخ والوقت. آخر شيء راح أوريكم إياه هو أنك تقدر تتواصل مع السائق لو أنه ما عنده رحلة الآن شغالة عن طريق مكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو بالضغط على صورة السماعة للمكالمات الصوتية، أيضا بالضغط على صورة الكاميرا للمكالمات الفيديو. شكرا.